مثلاً chest examination، نعني بالchest يعني ال respiratory أو اللانك. نقول cardiac يعني cardiac examination، أو أحياناً نقول ال precordial examination. تمام؟ فدائماً ركزوا بالسؤال من نقول examine the respiratory system أو examine the chest، أو من نقول examine the heart أو examine the precordium، يعني المنطقة اللي تخص القلب. فال عادة الشيست أو اللانج، يعني نقول شيست يعني كل شيء ما يتعلق باللانج ومحيطة، ابتداء من خلينا نقول البونز والمصل والبلورا أو بلورال سبيس واللانج، وحتى اللي محيط باللانج داخليا اللي هي الميدياستاينم. فإذا الشيست اكزامينيشن الهدف من هسه من نبدي نفحص أي شيست، اوكي الهدف شنو يعني الفكره منه ليش ده نفحص؟ هو اول شيء نعرف لازم we have to revise the basic anatomic landmark of the respiratory system، يعني عندنا فكره عن خلينا نقول الاناتومي اوف ذا لانج. والشيء الاخر how to assess respiratory symptoms، يعني انت فحصت ولقيت finding، شلون قيم هذه؟ شنو رايك؟ شنو الفكرة أنه أنت توصل إلى التشخيص؟ أكيد لهذا الشيء المهم أنه اللي إحنا نتبعها أنه follow the cardinal steps and physical examination of the respiratory system. طبعاً الستيبس أنتوا تعرفوها، يعني من نجي نفحص inspection, palpation, percussion، وبعدين auscultation. يعني هذه الخطوات يجب اتباعها وحفظها بشكل جيد، وما يعني بالامتحان او كذا تخربط بيها او تفوت، يعني مثلا هذا استاذ والله نسيت ما سويت بالبيشن، ما يرهم. يعني هاي اشياء ستيبس بسيطه لازم تعرفها. وايدنتيفاي نورمال فايندينج اوف ذا تشيست، يعني انت لازم تعرف النورمال فايندينج هي شنو حتى تعرف الاب نورمال، وابريشيت ذا اب نورمال فايندينج اند ذير كلينيكال ريليفانس، يعني انت تشوف شنو الابنورمال فايندينج اللي تتناسب مع الموضوع هذا. بالانسبكشن طبعا احنا من نجي ناخذ الشيست اكزامينيشن، اكيد انت راح تشوف المريض، يعني تباوع على وجهه، على بنيته، على قعدته، على نفسه. تمام؟ فاذا الاشياء يعني الجنرال اكزامينيشن تشوف الستيت اوف ذا بيشنت، طبيعته، اكو عنده بالر، اكو عنده ساينوسز بالهانز بالفينجر، اكو عنده كلابينج، هل هو ان ستيت اوف يعني البريثينج باترن مالته طبيعي، لو هو في حاله يعني خلينا نقول يعني ديسنيا او تاكيبنيا، شلون نعرف انه هو في حاله يعني او ريسبيراتوري ديستريس، ما مرتاح نفسه، ما مرتاح. اوكي يعني اكو اشياء محدده انه نعتمد على الريسبيراتوري ريت. اوكي الريسبيراتوري ريت اللي هو النورمال الطبيعي 14 الى 16 لكل او بير مينيت، 14 تو 16 بير مينيت، هذا النورمال ريسبيراتوري ريت. ومن نقول تاكيبنيا يعني متجاوز ال 20 بريث بير مينيت. اوكي فاذا راح نعتمد على الريسبيراتوري ريت، وثانيا نعتمد على اليوز اوف اكسسوري مصل، هل تشوف انه المريض يستخدم يعني الاكسسوري مصل بالتنفس مالته لو مرتاح. من ضمن هاي الاكسسوري مصل ايضا اللي هي انتركوستال مصل ان سوبرا يعني كلافيكولار سب كوستال، وبالاضافه الى الالنزاي العضلات اللي حول الخشم فليرينج اوف الالنزاي. اوكي واذا اكو ايفيدنس اوف تشيست اندروينج او ريتراكشن. اوكي الفينوس بالس نشوفه طبيعي لو لا، تقول شنو علاقته؟ خماده نفحص احنا هارت؟ لا، ما اكو ربط بين اللانج وبين خلينا نقول الهارت. يعني المريض اللي مثلا عنده خلينا نقول ريسبيراتوري فيلر، ممكن انه يصير عنده رايت سايدد هارت فيلر اللي هي نسميها، يعني مثلا عنده هو ريسبيراتوري فيلر ديو تو اني يعني لونج ريسبيراتوري بروبلم أو فايبروسيس مثلاً أو بولموناري هايبرتينشن، وبعدين يصير عنده شنو؟ يصير عنده ريسبيراتوري كأنه فيلر
زائدا رايت سايد هارت فيلر اللي ممكن تسمع يعني بيعني نسميه إيزمينجر سيندروم. اذا هذا بالنسبه للانسبكشن. اذا نجي على مثل ما قلنا نريد نفحص احنا نسوي جنرال examination مباوع على الفيس اوف ذا بيشنت اذا اكو عنده ايفيدنس اوف انيميا او عنده ايفيدنس اوف جوندس او البريثنج مالته ابنورمال يعني مثلا خلينا نقول طبعا الساينوسز نشوفه مثلا في حاله الكرونيك اوبستركتيف ايرواي ديزيز كرونيك اوبستركتيف ايرواي اللي هي مثلا كرونيك برونكايتس التهاب القصبات المزمن chronic obstructive airway disease بنوعين اللي هو chronic bronchitis وبنسميه انفيزيما يعني اثنتهم نفس الباثولوجي ندخلهم ضمن خانة chronic obstructive airway disease chronic bronchitis and emphysema. فإذا نشوف الشكل مال المريض أو دي مثل ما قلنا in a state of respiratory distress ما مرتاح نفسه مثل ما قلنا use of accessory muscle and use of alanazide. أيضا الأشياء المهم مثل ما قلنا أنه نفحص دائما الكلابينج حتى بالأبدومن نفحص الكلابينج لأنه الكلابينج of finger عندها أسباب كثيرة من ضمنها هذه قد تكون GIT مثلا GIT نأخذ أمثلة كأنه يكون مثلا gastrointestinal tumor أو inflammatory bowel disease كان يكون مثلا ulcerative colitis تقرح القولون أو مثلاً مال absorption سوء امتصاص بالأمعاء أو مثلاً liver cirrhosis تشمع الكبد أو إذا تيجي على مثلاً respiratory أيضاً عندك ممكن يكون lung fibrosis أو مثلاً CA of the lung tumor of the lung أو مثلاً bronchiectasis توسع القصبات أو مثلاً lung abscess خراج بالرئة أو حتى خلينا نقول امبايما يعني باس حول الرئة يعني مو بلورال افيوجن وانما وصل مرحلة خراج تمام. فهذا مثلا ايضا كل اسباب من اللانج. اذا تيجي على الكاردياك مثلا كاردياك اللي هي سينوتيك هارت ديزيز اللي هي سويز رقاق سينوتيك يعني فروم ذا ستارت مثلا تترولوجي اوف فالوت او مثلا ميجر ترانسبوزيشن اوف ذا جريت ارتريز او مثلا ممكن يكون هو المريض اصلا يعني السيانوتيك بس بعدين ممكن يصير complication فيصير عنده clapping يعني يبدي مثلا ASD أو VSD فتحة بين الأذينين أو البطينين وبعدين مثلا المريض يصير عنده تأخر بالعلاج فيصير عنده pulmonary hypertension والpulmonary hypertension راح أنه بيصير reverse of the shift يعني of the shift. إحنا normally من نقول asynotic heart disease معناته shifting of the blood from the left to the right side of the heart. بينما بنقول synotic لا يعني هي from the start من البداية shifting of the blood from the right to the left. فلهذا يكون ينخبط ال deoxygenated with the oxygen فيكون synotic. بينما بال asynotic heart disease يعني shifting of the blood from the left to the right يعني اللي هو بال arterial septal defect أو ventricular septal defect فتحة بين الأذينين أو البطينين. مثلاً إذا كانت مو كبيرة جداً، فلهذا إذا يصير عندنا دخول الدم من الليفت إلى الرايت، إذا تأخر راح هذا دخوله راح يسوي ضغط على الرئة، فيصير عندنا pulmonary hypertension من يوصل مرحلة يعني أو معينة من pulmonary hypertension راح يصير changes في pulmonary arteries، فيصير ضغط ثابت قوي ويصير الضغط أعلى من الرايت عن الليفت فيقوم يصير shifting from the right to the left blood هذا نسميه شنو يعني زمينجر يعني صار عندنا pulmonary hypertension وسوى ضغط على الرايت فنتريكل وصار الشفت بالعكس تمام. فهذا ايضا اسباب فكثير عندنا اسباب clapping of the finger. هذا التيست اللي قدامكم نسميه شمروث تيست او شمروث ويندو تيست. هنا يعني هو يعني ابسط تيست حتى نتاكد انه المريض بدا عنده feature of a clapping. هنا lost with finger clapping يعني شمروث تيست يفيدنا حتى يشوف لنا الانجل حتى يشوف لنا شنو هو الانجل. هذا الانجل شو اسمها نسميها لوفيدو بوند انجل لوفيدو بوند انجل. انت بس اعرف هذا شنو شمروث تيست. هذا normally اذا ماكو عندنا clapping preserved يعني شوف هذا
أكو فتحة بيناتهم، يعني الأنجل موجودة. لو ماكو أنجل ما تبين هذه هسه الفتحة اللي شكلها تقريبا يعني مثل معيني، تلاحظ هاي يعني هاي الزاوية وهاي الزاوية يسوينا فتح شكل. فإذا موجود هذا شمروث ويندو تيست، حتى نشوف أكو كلابينج ولا لا. أوكي، فش اسم هذا التيست؟ شمروث تيست. شي فيدنا ندور على الكلابينج. الإيرلي فيتشر أوف الكلابينج يصير أوبليتريشن. دائما أنتوا خلي ببالكم أنه من نقول فينجر كلابينج بستيجات، خمس ستيجات. الستيج الأولى يعني البسيطة شي يصير عندنا؟ ستيج الأولى نقول كلابينج، أول ستيج أو ستيج 1 هي فلكتويشن and softening of the nail bed. يعني مجرد بالستيج الأولى مجرد يصير عندنا ليونة زين و fluctuation of the nail bed. بس هي هاي الليونة من تبدي يبدي تختفي هاي الزاوية اللي هي الويندو، هذا يختفي شمروث ويندو تيست. أوكي، الأنجل اللي قلنا عليها هسه، هاي الأنجل اللي هي قلنا جسمها لوبيدو بوند أنجل. أوكي، فإذا grade 1 مجرد أكو fluctuation and softening of the nail bed. Grade 2 increase of the hyponychial angle. Increase يعني ال hyponychial angle شنية؟ يعني hyponychial تحت النيل، hyponychial hyponychial يعني تحت النيل. فيزيد increase of the hyponychial angle الزاوية. أوكي، فمن يبدي يزيد هاي الزاوية يعني يبدي واضح الدرجة الثانية، يبدي واضح أنه عندنا درجة الثانية اللي هي clapping. الدرجة الثالثة يصير accentuation of the convexity of the nail، يعني يصير درجة الثالثة يصير واضح ال convexity، يعني مثل drumstick شلون نقول. الدرجة الرابعة يصير clapped appearance of the fingertip، يعني مو بس النيل وإنما كل الفينجر. وغريد 5 أي يكون الأصبع كله، يعني كل الزوايا المحيط كله يكون shiny or glossy change in the nail and adjacent skin. إذن هذا من نقول غريد 1 إذا يعني بسيط توه بادي يصير يعني increase بال fluctuation and softening of the nail bed. Fluctuation and softening. أوكي، يعني من تكمش الأصبع مال مريض وتحرك من زاوية لزاوية، خلينا نقول انت بين يعني ايديك الاثنيناتين او تكمش اصبعة وديك الاثنيناتين بال يعني الثمب والاندكس فينجر من هاي الجهة ومن هاي الجهة، تضغط هنا تحسه كأنه فتشي يتحرك بالجهة الثانية، تضغط من الجهة الثانية يتحرك بالجهة الاخرى وهكذا. يعني تخلي اصبع المريض بين ايديك الاثنين، الفينجر والاندكس فينجر والثمب، يعني السبابة والإبهام. فمن تضغط من هاي الاتجاه تحس كأنه فد فلويد أو فد شي سوفت يتحرك بالاتجاه الثاني والحق الصحيح. فهذا نسميه grade 1. Grade 2 increase مثل ما قلنا of the hyponychial angle يزيد أكثر. وgrade 3 يعني يصير الconvexity أكثر وضوحا، وهذا الدرجة نسميها drumstick، يعني كأنه مثل رأس الطبل هذا اللي يضربون بيها الطبل. والجريد الرابعة أكثر يعني clapping appearance of the fingertip. والخامسة يكون كل الشنوة يعني shiny and glossy change in the nail and adjacent skin. إذن هذا هو بالنسبة للشنوة يعني الفحص اللي هو شمروث تيست، حتى نشوف أكو clapping أو لا. زين، هسه هنا أيضا نشوف إذا أكو عندنا شنوة نسميه استريكسز او فلابينج تريمر. هذا شي يفيدنا CO2 retention. وين نشوفه CO2 retention؟ هذا نشوفه مثلا عندك respiratory failure, advanced heart failure, liver failure يعني liver cirrhosis and hepatic failure. وكل شي failure تشوفه اكو عندنا نسميه فلابينج تريمر او نسميه استريكسز due to what? CO2 retention. إذن هذا بالهاند تشوفه أيضا clapping، وتشوف أكو عندك clapping تريمر لو ماكو هذا كأنه أنت بعد تفحص. هناش دي يفحص دي يشوف respiratory rate مثل ما قلنا الطبيعي 12 إلى 14 لحد 20 ممكن، فوق 20 معناته أكو شنو تكبنية.
زين إذا فوق الثلاثين معناته سيفير ستريس شديد، تمام. إذا هسه ديسو هنا دي يفحص شنو ريسبيراتوري ريت، يعني يفحص البلس ويفحص يباوع على الريسبيراتور حتى يقيسه أو يقيسه بالساعة، ماكو مشكلة خلال دقيقة واحدة. هنا دي يشوف أيضا بالإنسبكشن يعني بالتشيست، يعني كأنه نزل من الفيس من النيك يشوف أكو لا الهاند، أوكي. ممكن بالإنسبكشن أنه نشوف إذا أكو خلينا نقول البريثينج مالته طبيعي مثل ما قلنا، chest expansion طبيعي يعني دا يتنفس وحركته طبيعية، لو أكو restriction بالchest movement. الshape of the chest يعني طبيعي أنه إذا أنت تباوع على الترانسفيرس والأنتيرو بوستيريور، الترانسفيرس طبعا يعني شلون إحنا نقول العرض أكثر من الدبث العمق أكيد، لكن نوبات أكو مثلا بال خلينا نقول chronic obstructive airway disease يصير عندنا hyper inflation of the chest، فشوف أنه الدبث يعني الأنتيرو بوستيريور دايميتر يكون أكثر من ال شنو ال يعني ال ترانسفيرس دايميتر يكون أكثر، الأنتيرو بوستيريور يكون أكثر من ال شنو عندك ال ترانسفيرس دايميتر of the chest. فإذا نشوف أنه أكو يعني نسميها barrel chest، أوكي. فإذا راح نشوف أنه chest breathing normal وال chest expansion is normal، ماكو use of accessory muscle، ومثل ما قلنا أنه shape of the chest normal، ماكو deformity يعني أكو نوبات deformity congenital ولادية، وهاي congenital طبعا راح تأثر، انت تجي تفحص راح يتغير بالميديستاينام يجوز بالتريكيا بالبوزيشن اوف ذا هارت، وهذا متوقع لان انت ذكرت انه المريض عنده جيست ديفورميتي مثلا، اوكي. فاذا ايضا شو نشوف بعد اذا اكو شيء اخر، يجوز انت مثلا تشوف اكو ايفيدنس اوف ستيرنوتومي او ثوراكوتومي يعني قبل انسجن، ستيرنوتومي بال يعني كاردييك او احيانا او ثوراكوتومي باللانج سيرجري، او مثلا اشوف انه كلافيكولار اكو بيس ميكر حاطين بيس ميكر تحت الجلد، او مثلا بيس ميكر يعني مولده مال هارت، لما الهارت يصير بيه خربطه بالالكتريسيتي ممكن نخلي بيس ميكر، بيس ميكر هذا نمده من الفين الى الهارت رايت سايد اوف ذا هارت، ونخلي البيس ميكر تحت الجلد عاده بالليفت تحت الكلافيكل. ميد اكزيلاري اكو تشيست درين مثلا، فرض مريض عنده تشيست درين فتذكر هذا الاشياء. اذا هاي باي انسبكشن يعني انسبكشن شوف انه التشيست نورمال شكله، الريسبيريتوري نورمال ماكو ديستريس او يوز اوف اكسسوري مسل، الشيب اوف ذا تشيست نورمال، تمام. ومثل ما قلنا بالاضافه انه طبعا اذا اكو فد اشياء اخرى مثلا هير ديستريبيوشن اب نورمال او اكو مثلا breast خلينا نقول enlargement هم ممكن يذكر، كل شيء انت تشوفه يعني حتى لو كان negative you have to mention، يعني اقصد negative انه مثلا breast ماكو breast enlargement بس انت شفت اكو breast enlargement، مو شرط انا تقول there is no breast enlargement بس انت شفت اكو lesion تذكره. اذا inspection مثل ما قلنا of the chest، هنا ايضا اذا مثل ما اذكر اذا اكو اني ديفورميتيز مهمه جدا او سكار بالتشست، هذا كله ده نشوف احنا انسبكشن اوف ذا تشست، يعني ذس از ايضا انت تباوع تشست لوك شيب مالته لوك نورمال، تمام. ريسبيريشن نورمال، ماكو اني ديفورميتي، ماكو اني سكار، تمام. Air distribution is normal. Okay. This is the inspection. مثل ما قلنا you have to know يعني هذا انت بالانتيريور عادة اللنج بالرايت سايد بها 3 لوبس upper middle and lower، وبالليفت عندك فقط الابر واللور، وعندك لينجولا اللي هي تكون قريبة على الهارت يعني جزء صغير، حتى تعرف من الاناتومي
يعني مثلا انت فحصت لقيت ريد فايندينج، فعن طريق الريب ممكن تقول مثلا this is at the مثلا خلينا نقول mostly in the upper lobe او middle lobe او lower lobe okay او upper part of the chest middle part of the chest lower part of the chest بال right side of the heart right side of the lung انت عندك ثلاث لوبات بال left عندك two loops. فمن تقول right تقدر تقول يعني upper middle lower، من تقول left upper and lower ماكو يعني middle، ماكو middle loop اصلا. فهنا من تجي تاخذ تقول انه المين يبدل upper loop، ال upper loop of the lung يبدي medially يعني من ال fourth rib laterally الى ال fifth rib mid axillary line. لاحظ يعني medially fourth rib، هذا شو نسميه هذا اللاين اللي يمتد من الفورث ريب الى الفيفث ريب ميد اكزيلري لاين نسميه هوريزونتال فيشر. هو هذا الهوريزونتال اللي راح يفصل لك الابر لوب عن الميدل لوب، الميدل لوب عن اللور لوب من يفصله نسميه رايت اوبليك فيشر. من يمتد الرايت اوبليك فيشر؟ الرايت اوبليك فيشر يمتد من الفيفث ريب ان ذا ميد اكزيلري لاين الى ال 6 rib in the mid clavicular line. لاحظ ذاك mid axillary line بالخامس الى السادس 6 mid clavicular line. وهنا ايضا بالليفت هو ما عنده غير الاوبليك، والاوبليك هو نفسه يعني من الخامس الى يعني الخامس اللي هو بالميد axillary line الى السادس بالميد clavicular line. فهسه عرفنا كانه الاناتومي حتى من نجي نفحص اكو ليجن او نلقى فت فايندينج نقول وين مكان الفايندينج. من نجي نفحص دائما بال ورا ما خلصنا مثلا انسبكشن احنا اكيد راح نجي نسوي بالبيشن بيركشن اند اسكولتيشن انتيريرلي اند بوستيريرلي. انتيريرلي من نبدي يا شباب نبدي يعني من شلون هاي الساحة احنا راسمين كانه اريا مناطق اللي راح نفحصها. من نقول مثلا سوبرا كلابيكولار او كلابيكولار نبدي تمام، ويفضل انه حتى نسوي كومباريزن مقارنه من نقول رقم واحد شوف السهم وين يروح، رقم واحد الجهه الثانيه يعني سوبرا كلابيكولار تجي على رقم واحد تنزل رقم اثنين فحصت هنا تروح الى مقارنه بالجهه الثانيه رقم اثنين تنزل من رقم اثنين نفس السايد حتى لا الحركه مالتك تصير يعني كثيرة ومتعبة لك وأيضا للمريض يعني حتى رأسا تجي رقم اثنين تنزل رقم ثلاثة رقم ثلاثة على الجهة الثالثة تشوف أهم شيء تباوع على رأس السهم وين ده يتحرك رقم أربعة اتجاه الثاني رقم أربعة خمسة وها. طبعا كل ما تنزل شوية لجوة طبعا أكثر شيء بالبوستيريور راح تلاحظوا أنه الموجود السكابولا فإحنا مجبرين أنه نكون شوية قريبين يعني على الفيرتبرا نبدأ نتحرك إلى الخارج. ليش نتحرك إلى الخارج؟ لأنه أنت من تفحص بالداخل أكو عندك المين تريكيا التريكيا أند مين برونكايت يعني القصبة الهوائية الرئيسية والقصيبات الرئيسية، فهذه تنطينا صوت برونكيال يعني مو النورمال اللي هو فيزيكولار أوكي. ف يعني إحنا دائما نريد نفحص الرئة ما نريد نفحص قصبة تمام، شو نسوي بالقصبة نفحصها؟ ولهذا هسه احنا ما راح نجي نفحص نشوف انه مثلا نورمالي هو الشيست نورمال فيزيكولار بريثينج برونكيال بريثينج اب نورمال او قد يكون نورمال في مناطق محدده اللي هي قريبه عن شنو المركز مال الصدر يعني خاصه بالبوستيريور اوكي او التريكيا القصبه الهوائيه تيجي تخلي السماعه على القصبه تسمع الصوت حتى تقارنه بالصوت اللي انت سمعته بالرئه مثلا انت ما متاكد هذا برونكيال لو مو برونكيال اوكي شلون تقارنه ترجع تحط السماعه على القصبه تقول اخذ نفس من ياخذ نفس الصوت يكون قريب. اذا هسه هذه كرسم توضيحي انه احنا شلون نمشي من نفحص سواء كان بالبيشن او بيركشن او اسكولتيشن تمام. هنا مثل ما قلنا سوينا انسبكشن بعدين نيجي على البالبيشن. البالبيشن شو نسوي خطوات؟ اذا بالانتيريور تشيست
أول شيء chest expansion، يعني نشوف طبيعي chest expansion لو restricted chest expansion، تمام؟ chest expansion أوكي؟ فنورمالي مثلا هو تقريبا بين 4 إلى 8 سنتيم، يعني إذا نجي نقيسه الأربعة تقريبا جزء أصبعين. فإذا chest expansion بالهاند تقدر تسويه أوكي؟ chest expansion chest expansion إذن يعني الخطوات بالpalpation بالinterior chest عندنا أربعة، اللي هو chest expansion، وبعد نفحص التركيال position مهمة، ونفحص الvocal frematus، ونفحص الcardiac apex، أربعة. بالposterior ماكو عندك الكارديك ابيكس ولا عندك تريكيا، اذا عندك chest expansion، يعني تشوف الاكسبانشن طبيعي لو لا، من ياخذ المريض نفس عميق ولا ياخذ نفس عميق وتشوف حركته. والفوكال شنو هو؟ فريمتس. فوكال فريمتس يعني تقول للمريض قول 99 بالانجليزي او بالعربي مثلا 44 44 اوكي. اذا هسه اذا راح نشوف بال إذن البالبيشن chest expansion، وهذه أيضا طريقة أخرى شوف يعني شلون نفحص chest expansion أوكي. نعيدها هنا chest expansion، هو قاعد هذا position آخر مقبول chest expansion، يعني حين نفحص chest ممكن بهالوضعية sitting position أو بهاي الوضع ما مشكلة بالanterior chest. وبعد إيش نفحص؟ vocal شنو؟ frematus، قول له 44، ومثل ما قلنا نتوجه إلى الجهة الثانية، يعني إحنا كأنهم مسوين رقم واحد يعني رقم اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة مثل ما قلنا الخطوات هذه. إذن palpation chest هسه chest expansion vocal frematus، هسه شنو نشوف؟ التراكيال position، ممكن بأصبع واحد وممكن ثلاث أصابع، أنه تخلي ثلاث أصابع كأنه أصبع يحس التركيا وأصبع بهاي الفتحة وأصبع بالفتحة الثانية. نورمالي هي التركيا تكون central in position أو slightly deviated to the right side، يعني ممكن تكون هي بالحقيقة طبيعي تكون بالمركز centrally، ممكن شوية deviation to the right normal، شوية slightly deviated to the right side، لكن إذا أكو marked deviation للleft للright معناته إما أنه أكو فشده يسحبها نفس الجهة اللي هي بها deviated، مثلاً هسه مثلاً لقيت أنت deviation to the right side، يعني متحركة كلش التركية للright side، معناته أكو قد يكون fibrosis، تمام؟ fibrosis بالright side، فشي متليف فده يسحبها، أو collapse يعني مضغوطة الرئة في صاحبتها، أو أنه أكو يعني فتشي دا يدفعها من الليفت سايد، هي مو ديفيتد تو ذا رايت يعني من حرفه الى الجهه اليمين، اذا معناته اكو شيء باليسار دا يدفعها. شنو نتوقع؟ يجوز ماي فلويد بلورال افيوجن، او يجوز نيموثوركس هواء مليانه الـ يعني حول الرئه اكو هواء قوي فدفع الرئه ودفع الميدياستاينم كله ومن ضمن التركيه دفعها على الجهه الثانيه اوكي. فإذا ممكن إما شيء ده يسحبه أو شيء ده يعني يسحبه بنفس الاتجاه، يدفع يعني الشيء اللي عكس الاتجاه يسحب أو يدفع من الجهة الثانية. زين ممكن نوبات نلقى مثلا تركيا سنترال اللي هو أكو عندنا مشكلة، ممكن نوبات مثلا مريض عنده خلينا نقول لانك ديزيز ومسويت لنا نوع من الكولابس، وبنفس الوقت اكو فلويد حولها يعني بلورال افيوجن، اشوف متعادله الكولابس اللي هي تسحب والفلويد اللي هو يدفع، فتشوف التركيا ما متاثره بالبوزيشن، يعني البوزيشن مالته نورمالي بس المريض عنده باثولوجي اوكي. فاذا تراكيال بوزيشن شفناه، شي يفيدنا تراكيال بوزيشن؟ اذا اكو ديفيشن اما انه اكو فتشي دا يسحبه من نفس الاتجاه، يعني فرض انت لقيت التركيا ديفيتد تو ذا رايت، اذا يجوز اكو فتشي بالرايت دا يسحبها، شنو هذا دا يسحبها؟ يجوز فايبروسيس،
أو يجوز كولابس، كولابس يعني مضغوطة الرئة مضغوطة كولابس، أو يجوز فتشيدة يدفعها من الاتجاه الثاني، هي من متجهة أو ديفيشن على الرايت معناته فتشي على اليسار ده يدفعها، كان يكون فلويد أو مثلا يعني اير هواء، هير يعني نسمي نيموثوركس مزروفة، أكو هواء متجمع خارج الرئة. هنا ايش نسوي؟ نسوي ايضا palpation element للكاردياك apex، نسوي localization of the cardiac apex. ليش يفيدنا؟ احنا بدنا نفحص رئة، يفيدنا انه اذا ما يعني شفنا انه الكاردياك apex مثلا ما حسينا، يجوز اكو deviation بالميديستاينم كلها. ميديستاينم يعني اللي هي بين الرئتين، منطقة اللي نسميها ميديستاينم. اوكي، فممكن أنه فتشي أيضا دا يسحب أو فتشي دا يدفع، يجوز نفس السايد دا يدفع فلويد أو اير هواء دافعة، أو يجوز بعكس الشيء دا يسحب. شون التركية يعني إذا شيء نفس السايد دا يدفعه عكس الاتجاه دا يسحبه، واضح؟ يعني خلينا نقول مثلا أنت لقيت أكو ديفيشن، جيت فحصت وراها أكو مثلا دالنس نفس السايد نفس الليفت دالنس، وهو الهارت مثلا ماذا نحسه؟ يجوز اكو فلويد او اكو هايبر ريزونانت، هايبر ريزونانت يجوز اكو اير هم دا يدفعه، واضح شلون؟ او اكو لقيت بالجهة الثانية فيتشر اوف مثلا دالنس، يجوز كولابس دا يسحبه وهكذا. فاذا هذا يعتمد انه انت الفايندينج مالتك، هذا بالبالبيشن. بعدين نبدأ بالبركشن، ومثل ما قلنا الخطوات نفسها شلون خليت لكم الأرقام سوبرا كلافيكولر وتنزل، ودائما نسوي كومباريزن، يعني ما تسوي خطوة هنا إلا أنت مقارنها بالجهة الثانية. الأحسن من هذه هاي الطريقة أنه نسوي شنو هو بركشن. بركشن نبدأ بالسوبرا كلافيكولر ونبدي، ودائما مثل ما قلنا انت مثلا سويت بالجهة اليسار تيجي على الجهة او اليمين على الجهة اليسار وتنزل على وهكذا، يعني نفس الخطوات نسوي بيركشن. نورمالي بالبيركشن شو راح يكون البيركشن؟ نورمالي شون يكون؟ نورمال ريزونانت، ممكن يكون دالنس، ممكن يكون ستوني دالنس، ممكن يكون هايبر ريزونانت، بس النورمال شلون راح يكون؟ نورمالي ريزونانت. اذا هايبر ريزونانت معناته اكو اير هواء، هايبر ريزونانت او هايبر انفليشن اوف ذا تشيست، مو شرط اكو هواء حول الرئه، وانما اصلا التشيست هو هايبر انفليتد، هايبر انفليتد، هايبر انفليتد. اوكي، فاذا او دالنس، دالنس يعني اكو اما خلينا نقول fluid collection أو أكو infection pneumonia، بس شوف dull pneumonia consolidation نسميها pneumonia، يعني consolidation يعني مصطلح consolidation يعني pneumonia يساوي pneumonia. أوكي، فإذا راح نشوف أكو عندنا شنو، أكو evidence of dullness. زين، واضح لحد الآن؟ إذن هسا هذا إذا نسوي إحنا شنو قلنا البركشن، وين نسوي البركشن؟ دائما على الميدل فينجر، وعادة على شنو الميد بون، يعني خلينا نقول ميدل بون أو ذي يعني انترفرنجيال. إذن هذا شو نسميه؟ نسميه percussion. أوكي، percussion لاحظ عن طريقة percussion. قبل ما نجي على auscultation، أحد عنده سؤال هنا طريقة inspection palpation and percussion؟ أحد عنده سؤال؟
مثل ما قلنا بالنسبة للبركشن، أول ما نبدي من نبدأ البركشن at the apices. وين هذا الأبيسز؟ يعني الأبيسز مال اللانك، الأبيكس أو الأبيسز. إذا نبدأ البركشن in the apices of the lung، وين؟ in the supraclavicular area، وننزل يعني جوا. من نسوي بركشن هنا مثل ما قلنا شو راح يكون؟ يكون ريزونانت. ممكن يكون أكو دلنس، طبعا أكيد أكو دلنس. وين الدلنس اللي راح نلاحظه هنا؟ نسميه liver dullness on the right side، وبالليفت سايد شنو؟ cardiac dullness. طبعا انت من توصل ليم الهارت راح يصير بدل resonant مكان الهارت dull، وايضا الليفر بالرايت سايد. فاذا نورمالي راح يكون شنو؟ نلقى cardiac and liver dullness. ومن ننزل جوا كلش ممكن نوصل الى الاستومك تيمباني، يعني تنزل جوا كلش تحس انه الصوت يتغير، لأنه أنت وصلت أصلاً إلى الستومك اللي هي موجودة أيضاً بال، خلينا نقول left side lower down. مثل ما قلنا إذا كان أكو عد نورمال هو resonant، لكن ممكن يكون يعني hyper resonant. أوكي، وإذا hyper resonant نشوفها بالhyper inflation of the chest، مثلاً بحالات الكرونيك انفيزيما. مثل ما قلنا الكرونيك انفيزيما هي نوع من الكرونيك اوبستركتيف ايرواي ديزيز. واضح شلون يا شباب؟ زين، اكو ايضا ملاحظه عن البالبيشن. ذكرنا يمكن نرجع شوي لورا البالبيشن. هاي البالبيشن ذكرنا شو نقول المريض؟ مثل ما قلنا نسميه او نسميها يعني فوكال فريميتاس او تكتايل فريميتاس. يعني شنو هو الفريميتاس؟ من اسمه تعريفه فريميتاس بنقول تكتايل فريميتاس او فوكال فريميتاس. فريميتاس يعني a palpable vibration. palpable يعني شيء تحسه بايدك. palpable vibration شلون هذا؟ عاده transmitted through the patent bronchi and lung parenchyma to the chest wall. شلون نستخدم؟ هنا عادة يفضل أن نستخدم البالمر بيز of the ulnar edge، يعني حافة الالنر مو راديال. هاي عندك الراديال والالنر. فش نقول؟ عادة نستخدم البالمر بيز، القاعدة بالمر بيز of the ulnar edge of one of the hand. أوكي؟ ومثل ما قلنا عادة symmetry is important، يعني أنت من تسوي هاي الجهة تسوي الجهة الثانية. واضح شلون يا شباب؟ إذن هسه هذه بالنسبة للبالبيشن واضح إن شاء الله، يعني هسه بالبيشن وسبل ال والبركشن. سوينا البركشن هاي الطريقة. نبدأ بالأسكولتيشن شباب، أيضا نفس الطريقة الأسكولتيشن. نبدأ ب أيضا السوبرا كلافيكولار أو نسميه الأبيسز in the supra clavicular area، ونقارنه بالجهة الثانية. هذا بالنسبة للأوسكولتيشن. لاحظ شلون؟ هذا واضح شلون سوبرا كلابيكولار اللي هو نفحص كأنه الأبيسز. ليش دا نأكد على الأبيسز مال اللانك؟ أكو هواية أمراض تصير بالأبيسز، يعني مثلا لانك فايبروسيس أو توبركلوسيس تدرن، أو مثلا بعض الأورام اللي هو مثلا نسميه بانكوست تيومر. بانكوست تيومر واضح. فكثير من الامراض تكون باللانك، يعني حتى شنو واحد ما يفوت عليه شيء فيفحص الابيسز يبدمه بشكل طبيعي. لاحظ شلون مثلا فحصت بال، خلينا نقول ليفت، جت على هاي الجهه نزلت، يعني لا يعني مصورها، يعني لو مصورها قبل المفروض هي تبدي من ال، خلينا نقول الجهه الثانيه وتجي على هاي الجهه، فمن تجي تنزل لاحظوا يا شباب ما تروح على الجهه الثانيه، تنزل لجوا. لاحظوا شلون؟ بعدين تروح هذيك الجهه وتنزل وهكذا هيك مثل ما قلنا الستبس. هذه اللي هي اوسكولتيشن. بالاوسكولتيشن ضروري انه شو تقول للمريض؟ قل له اخذ وانطي نفس، لاحظ هاي وحده عميق ديب بريث من حلقك from the mouth. دائما قل للمريض take an inspiration and expiration، يعني اخذ وانطي نفس. يعني شو احنا نقول؟
inspiration مو ضروري و expiration أهم بعد من inspiration ويكون شنو deep عميق وشيء ضروري من from the mouth ثلاث أشياء ضرورية كيف تقول له أخذ وانطي نفس عميق من حلقك أوكي فصار عندك أخذ وانطي نفس أخذ وانطي نفس عميق من حلقك ما بي شيء يعني شيء بسيط يعني بس أهم شيء إنه take and يعني inspiration and expiration وثانيا يكون deep and from the mouth هذا بالنسبة من تفحص أنت ومثل ما قلنا تقارن الجهتين هنا عادة أنت من تجي تسوي auscultation يعني لوين تظل تسوي auscultation لوين تنزل قلنا أنه عندك عادة الـ area auscultation عادة للـ 6th rep يعني وراها بعد ماكو فائدة لأنه مثل ما قلنا احنا من خذنا الـ landmark تذكرون الـ anatomy مالتها الرئة الـ upper middle and lower إذن من نجي نفحص الـ breath sound مثل قلنا يا شباب حتى ما نطولها عليكم النورمال شو راح يكون vesicular تقول normal vesicular breathing أنت من سو presentation من فحصت غير أيضا عندك فحصت خطواتك حلوة كلها جيدة أيضا الـ presentation مالتك لازم يكون جيد وجميل فتقول أول شيء مثلا تقول good air entry bilaterally ماكو عندك مشكلة breathing is normal vesicular breathing تمام أو قد يكون abnormal من نقول abnormal breathing شنو معناته إما أنه diminished breathing يعني أكو فد منطقة الدخول الهواء بها ضعيف diminished breathing يعني أكو تقيد أكو restriction أكو جزء stenosis تمام فتقول أكو شنو diminished breathing أو أكو bronchial breathing bronchial breathing وهسه راح نجي نشوف what are the causes of bronchial breathing إذا متقول bronchial شنو معناته واحد يقول consolidation أو نيمونيا صحيح بس أكو أسباب أخرى ممكن أكو أسباب أخرى طبعا هي أكثرها هو شنو نيمونيا ذات الرئة ونسميه consolidation نفس الشيء متقول consolidation أو نيمونيا ذات الرئة أحيانا نسمع added sound أصوات أخرى ما هي الأصوات الأخرى يعني احنا قلنا normal vesicular breathing good air entry أو أكو abnormality سواء كان diminished air entry أو bronchial breathing added sound يجوز ماكو bronchial breathing هو normal vesicular breathing بس أكو عندك شنو أكو عندك added sound ما هي هذه added sound added sound قد يكون wheeze الwheeze يعني نسمع بدون السماعة صوت يعني شلون احنا نقول شلون يعني ويز يعني صوت او نغمه يعني خلينا نقول ايش خلينا نصورها انت تسمعها بدون سماعه هذا اذا هو نفسه الرونكاي اللي نقول عليها رونكاي بالرئه رونكاي او صوت لاحظ نسمعها بدون سماعه هذا نسميه ويز يعني هذا كتصور هيك يعني انتوا راح تسمعوا ان شاء الله بالواقع العملي فاذا هذا نقول عليه ويز او انه شنو نسمع يعني الادد ساوند ممكن يكون ويز وبالسماعة عشان نسميه رونكاي اذا بدون سماعة ويز يعني without stethoscope ممكن نسمع crepitation او نسميه crackles خرخشة اوكي وهذه الخرخشة قد تكون طبعا نسميها fine crackles أو coarse crackles يعني خشنة أو ناعمة وهي كل واحدة لها أسباب تبين تسمع مثلا خرخشة قوية هذا خشنة بينما هيك مثل ناعمة كأنه مثل شلون أنت من تكمش الشعر ماكو وتفرك يعني شعرة على الشعرة من شعرات راسك هيك يم الإذن قريبة شو تحس خرخشة ناعمة هاي نسميها fine crackles لاحظ شلون نقول كورس كراكلز او كريبيتيشن نفس الشيء من تقول كراكلز كريبيتيشن نفس يعني مصطلح لا تغل يعني تدوخ بيهم نقول كراكلز او كريبيتيشن زين بلورال راب شنو بلورال راب هو مثل كريبيتيشن مثل فاين كريبيتيشن
بس وين هو الأوريجين ماله؟ مو من الرئة وإنما من البلورا، بلورال رب، يعني حركة البلورا واحدة على واحدة، اللي هي أنت عندك بلورال بارايتال وعندك الفيزرال بلورا، من تحتك واحدة بواحدة من يصير بها انفلاميشن التهاب تنطي صوت أو خرخشة ناعمة، نسميها شيني؟ نسميها بلورال رب. شلون نقدر نميزها؟ تكون أكثر شي بال inspiration، من ياخذ لين تنفتح الرئة، تكون أكثر بالinspiration. وشون يكون أيضا من تقول له وقف النفس تتوقف، لأنه ماكو حركة بين شنو البارايتال والفيزرال بلورا، هذا نسميه بلورال رب، اللي هي early feature of what، يعني طبعا البلورال رب ممكن يكون هو يعني early feature of inflammation، يجوز لو يعني inflammation هو بالبلورا نفسها، ومو شرط يكون الا infection، يعني الانفلاميشن هذا يجوز نوبات مثلا واحد عنده فشل كلوي بلوريس انسفشن، نقول عليها نقول بلورال رب بلوريسي، بلورال رب او بلوريسي سويت لنا بلورال رب بلوريسي ديو تو شنو؟ يوريميا توكسيك، مواد سامه، واحد عنده فشل كلوي. وجوز مثلا هي ايرلي فيتشر اوف نيمونيا، بدايه ذات الرئه، يعني ما تحس اكو كريبيتيشن وانما تحس اكو بلورال رب. او نسمع سترايدر، سترايدر شنو؟ سترايدر هو فقط انسبيراتوري، يعني صوت وصيص، يعني من واحد ياخذ نفس مو اثناء ما يذب النفس، سترايدر اللي هو نتيجه انسداد بالقصبات الرئيسيه، يعني مثلا واحد بالع شيء فورين بادي، جسم غريب، اوكي، او اكو ورم يعني داخل القصبة الرئيسية. إذن السترايدر هو علامة أخطر من الويز، الويز معناته أكو يعني نقول إشكال بالقصبات، لكن مو يعني سترايدر شغلة أقوى. ليش أقوى؟ لأنه مثل ما قلنا هو فقط أثناء الشهيق، لاحظ شلون سمعتوا الصوت ده، مثل لكم إياه حتى تفهمون، أوكي. فإذن صار عندنا شنو؟ ممكن ادت ساوند، نسمع ويز، ويز يعني شنو ويز؟ ويز يعني رونكاي بس بدون سماعه، بدون ما نسمع الصوت اكو المريض اكو بي صوت، او نسمع كريبيتيشن، خرخشه قد تكون فاين او كورس كريبيتيشن، او نسمع بلورال راب يعني ايضا مشابهه للكريبيتيشن للفاين كريبيتيشن. وقلنا الفاين شلون تقدر تمثلها؟ اذا واحد شعره طويل مثل ما قلنا يجيب ام اذانه ويفرك الشعر، يحس اكو خرخشه ناعمه نسميها فاين كريبيتيشن او فاين كراكلز، وقلنا سترايدر. اوكي يا شباب، اذا الفيزيكولار بريثينج هو شنو معناته؟ معناته من نقول نورمال فيزيكولار بريثينج هو هذا الطبيعي، يعني الرئه كلها هي نورمال فيزيكولار بريثينج الا في مناطق محدده. اذا نورمال ساوند نقول يعني vesicular breath sound هو معناته normal sound on most of the lung، on most of the lung يعني أكثر أغلبية الرئة. شو راح يكون؟ يكون soft ناعم الصوت هذا، يكون low pitched، low pitched يعني بنوع من الخشونة، صحيح هو soft لين لكن بنوع من الخشونة، لأنه تدري أنت دا تفحص وأكو يعني عدة طبقات تحيط بالقصبة حتى اللي تطلع لنا هذا الصوت، اللي هي مثلا الرئة اللانج، يعني هاي الأنسجة الرئة المحيطة بالقصبة، فتدري حتى توصل أكيد ما راح يكون الصوت موسيقي كما أنه لو كان ماكو أنسجة حول القصبة، فيكون سمي low pitch. low pitch معناته شوي بنوع من الخشونة، low pitch. من تقول high pitched، high pitch يعني موسيقي، يعني نازك ناعم موسيقي، يعني عكس ما انت تفهم تقول low pitch، low pitch يعني شوي بخشونة، high pitched لا musical. هنا شو راح يكون؟ قلنا الفيزيكولار بريثينج يكون صفاته الانسبيريشن longer than expiration، يعني تسمى تاخذ نفس عميق وتهده بسرعة، من تاخذ نفس تطول شوية، من الذب النفس، جربوا هسه كلكم اخذوا نفس، اخذوا نفس ذبوه، لاحظ
فإذا normal أنه inspiration longer than expiration، هذا normal vesicular. No gap between phases، يعني ماكو فراغ أو وقت فاصل بين inspiration والexpiration، هذا نقول عليه صفات النورمال فيزيكولار بريثينج. يعني نقول لك شنو، يعني انت شلون عرفتها فيزيكولار؟ قول له استاذ اول شيء نسمعه على يعني most of the lung، اغلب الرئه هو هذا النورمال ساوند، يكون soft low pitched، الانسبيريشن longer than expiration، no gap between them. هاي تذكر ان انت لازم تعرفين، يعني من يسالك الاكزامينر الاستاذ او الممتحن يقول لك شلون عرفتها، تقول له هيك وهيك، فهمتوا؟ bronchial breathing لا abnormal in the majority of the lung that is far from the main airway، يعني كل منطقة تفحصها بعيدة عن القصوات الرئيسية مثل ما قلنا اللي هي قريبة من المركز الفحص مال خلينا نقول سواء كان من الأمام أو من الخلف، يعني كل ما أنت تكون قريب من الميدل من الوسط مال الشيست كل ما تسمع، لأنه عندك التريكيا اللي هي القصبة التريكيا القصبة والمين برونكاي القصيبات الرئيسية أو القصبات الرئيسية، كل ما تكون انت بعيد إلها كل ما لازم يكون شنو من تسمع برونكيال معناته برونكيال معناته أبنورمال. النورمال أنه فقط بهاي المناطق الداخلية. شو راح يكون؟ loud and tubular quality. loud صوت يعني هيك يعني صوت loud. اوكي high pitched. هنا يكون inspiratory and expiratory phases equal، بينما بالفيزيكولار قلنا الانسبيراتوري اطول من الاكسبيراتوري، واكو بيناتهم gap، يعني بين الانسبير والاكسبير تحس اكو فراغ او gap. فهمتوا هسه شنو البرونكيال بريثينج؟ هذا هو البرونكيال بريثينج. مثل ما قلنا البرونكيال بريثينج نسمعه وين؟ كلكم تعرفوا من يقول لك برونكيال يعني كونسوليديشن، يعني شنو كونسوليديشن؟ يعني ذات الرئه كونسوليديشن، لكن ممكن يكون باسباب اخرى هذا الكونسوليديشن. من تسمع برونكيال مو فيزيكولار، فيزيكولار نورمال، برونكيال يعني اب نورمال، برونكيال يعني كانه تسمع قصبه، برونكيال ماكو رئه، فاذا كونسوليديشن، كونسوليديشن عند ذات الرئه، يعني الرئه مريضه منخورة بس تسمع قصبة. أو باللوبر كولابس with patent bronchus. لوبر كولابس، تعرفون شنو كولابس؟ كولابس يعني من يصير عندك انسداد بالقصبة الهواء البعيد عن القصبة الموجود بالرئة يمتص، فش يصير؟ تنضغط، كولابس تنضغط الرئة، تنضغط. إذا كان الانسداد كامل complete obstruction الرئة تنضغط ضغط كامل، يعني تلطش لطش ماكو بعد رئة أبدا. إذا هي مثلا خلينا نقول حجمها مثلا خلينا نقول 40 سنتيم يصير حجمها سنتيمين، تنضغط مثل سفنجة وضغطتها، فهمتوا؟ هذا نسميه كولابس. أحيانا partial obstruction ما تسوينا يعني كولابس كامل، أظل البرونكاي مفتوحة، وهذا نشوفه لما partial obstruction، وعادة يكون هنا شنو وياه سوبر ادد انفكشن، فيكون شكله يعني الكولابس تغطى عليه نيمونيا كونسوليديشن ذات الرئه لان اكو بكتيريا. بس هنا شلون نعرفه؟ من نعالج البكتيريا او ذات الرئه؟ يصير زين شوي انه بيرجع، يصير زين شوي انه بيرجع ريكرنت او بارشال تريتد، ما ده يصير زين، فنفكر بالتيومر ده يسوي لنا انسداد جزئي، فهمتوا؟ فنروح نسوي مثلا مفراس مو أشعة عادية، مفراس يبين أنه عندنا partial obstruction. فإذا lobar collapse with patent bronchus أيضا يسوينا bronchial breathing. lobar collapse، lob يعني lob يعني فص من الرئة، lobar collapse with patent bronchus، patent bronchus بعدها مفتوح مو مسدود زايد. أو lung cavity، lung cavity هم يسوينا bronchial breathing. إذا صار عندنا bronchial breathing سببه ثلاث أشياء، قد يكون consolidation مثل ما قلنا يعني ذات الرئة consolidation أو pneumonia consolidation، lobar collapse with patent bronchus
واللابس ولكن البرونكس بعدها مفتوحة مو مسدودة نهائي. أو lung cavity. lung cavity شنو صفاته؟ يعني شلون نقدر احنا بس نعرفه من الصوت حتى نقول هذا برونكيال بريثينج؟ هنا ممكن انه بالبرونكيال بريثينج اكو صفات اخرى ايضا نقدر تساعدنا حتى نقول انه هذا هو فعلا شنو، انه البرونكيال بريثينج هذا هو سببه كونسوليديشن. يعني احنا قلنا برونكيال بريثينج يجوز كونسوليديشن، ويجوز لانج كافيتي، ويجوز شنو لوبر كولابس وذ بيتنت برونكاس مفتوحه بعدها. بس اذا انت تقول لا هذا كونسوليديشن، هاي ذات رئه، شلون قدرت تعرف اكو صفات اخرى ويا البرونكيال بريثينج؟ ها تشوفها حتى تقول هذا فعلا ذات رئه. هذه اول شيء راح تشوف انه انكريس تكتال فريميتاس. انت من تجي تفحص تقول اقول 44 سواء كان بايدك او بالسماعه، تشوفها تزيد زيادة التكتال فريميتاس، أو يعني هنا نقول أو فوكال فريميتاس أو فوكال ريزونانس. بالسماعة نسميها فوكال ريزونانس، بالإيد فوكال فريميتاس، بالسماعة فوكال ريزونانس. فإنكريز لاحظ يزيد، هذا يروح ويا من ويا برونكيال بريثينج ديو تو كونسوليديشن ذات الرئة. فإنكريز تكتال فريميتاس، اكتبوها يمكم. إذا consolidation أول شيء أكو bronchial breathing، وبعد شنو حتى نقول consolidation مو other causes؟ increase tactile frimitas، وبعد bronchophony. يعني bronchophony هي نفسها، من نقول increase tactile frimitas يجوز بإيدك، بالسماعة نسميها bronchophony نفسها، أو نسميها vocal شنو resonance، vocal fremitus vocal resonance، او نسميها برونكوفوني. يعني نقول 99 صوت عالي يطلع 99 برونكوفوني، او بالانجليزي العفو بالانجليزي 99، او بالعربي 44. فبرونكوفوني هذا نسميه، او ايغوفوني. شنو ايغوفوني؟ ايغوفوني يعني مثلا انت المريض تقول له قول اي، شو يطلع بالسماعه؟ قول اي هذا الصوت شوف يتغير. او مثلا قول بي، هيك كلمه تقول بي، شو يقول؟ شو يطلع بالسماعه؟ با. لاحظ هذا نسميه شنو؟ ايغوفوني، يعني تغير النغمه ايغوفوني. هنا ايضا شنو نسوي؟ طريقه نسميها ويسبرينج بيكتر لوكي. whispering يعني شلون يهمس، ما يقول 44 هذا بالصوت، هو انت قول له هيك يعني اهمس، لا تحكي بصوت عالي، قول 44 شو يطلع بالسماعه؟ 44 يعني صوت عالي. هذا شو نسميه؟ whispering بيكتر لوكي. فهمتوها؟ هذا اذا كله حتى نعرف انه هذا البرونكيال بريثينج هو ديو تو كونسوليديشن. يعني شنو consolidation؟ وقلنا ذات الرئة. أوكي، هذا بالنسبة لل شنو لل يعني إذا سمعت أنت أكو برونكابي. الويز شنو؟ هذا هم صوت آخر ويز. وقلنا الويز هو عبارة عن شنو؟ يعني عبارة عن يعني من نقول ويز يعني ترونكاي، أو إذا بدون سماعة نسمع هذا نقول عليه ويز، إذا بالسماعة نقول عليه رونكاي. شو راح يكون؟ continuous، يكون continuous يعني inspiratory and expiratory. بس أكثر شيء وين يكون واضح؟ بالinspiratory لو بالexpiratory الويز؟ لا بالexpiratory. ليش؟ لأن هي أصلاً أنت من عندك يعني tendency of the bronchi to collapse during expiration. يعني انت هسه من تاخذ نفس الرئه تنفتح، من تنفتح تفتح وياها شنو؟ القصبات حتى تاخذ نفس. انت من تيجي تدفع النفس الرئه شبيها تنضغط، من تنضغط هم راح تضغط على القصبات، اذا راح يصير normal tendency
for bronchi to collapse during expiration. إذا أثناء الزفير هو طبيعي راح يصير شوية ضغط على القصبات ويصير نوع من الكولابس ضغط عليها فيصغر حجمها. إذا نتوقع يكون الصوت أكثر ظهورا كل ما تكون القصبة أضيق، صح لو لا؟ فإذا هو عبارة عن صوت يعني continuous and musical. musical يعني موسيقي. لاحظ الثاني ده أسوي أخذ وأذب النفس، لاحظ يعني بالشهيق أكو صوت لكن بالزفير أكثر expiratory. هذا إذن indicate narrowing of the airways either due to a bronchospasm or secretions in the small airways. Small airways. شو راح يكون عادة؟ ممكن يكون low pitch or high pitch. مثل ما قلنا يعني حسب، ولهذا تسمع أنواع من هذه الأصوات. low pitch يعني مثل ما قلنا موسيقي، أو high pitch شوية بيخشونة. high pitch ممكن يكون polyphonic أو يكون monophonic، يعني كأنه نغمة واحدة أو عدة نغمات. هذا أنت يعني مو كلش مهم أنه تعرف هاي الأشياء، بس عادة من تكون أكو عندك يعني high pitched يكون عادة نسمع بالأسمة high pitched، يعني smaller airway narrowing بالأسمة. واللو بيتش عادة نشوفه وين due to smaller airway narrowing due to secretion مثلا بالكرونيك برونكايتس التهاب القصبات المزمن. واضح هسه يا شباب؟ هسه عرفتوا شنو معناته من نقول إذا سمعنا أكو ويز أو رونكاي ممكن يكون high pitched. اوكي، والهاي بيتش يعني due to مثل ما قلنا small airway narrowing بالأسمة، او يكون لو يعني بيتش اللي هو نشوفه بالsecretion in chronic bronchitis. بالنسبة للcrepitation او الcrackles يكون عادة عكس خلينا نقول الويز او الرونكاي، ذاك قلنا اكثر يكون يعني continuous واكثر نشوفه بالاكسبيريشن. هذا الكراكلز او الكريبيتيشن يكون interrupted and non musical، مو موسيقي، خرخشه، بينما ذاك صفير، صفير يعني موسيقي. هنا عاده يكون inspiratory، يعني من ياخذ نفس الخرخشه هي او القرقعه اوكي تبين اكثر قرقعة، أوكي؟ inspiratory، usually inspiratory. ما هو سببه؟ السبب أكثر هو due to interstitial fibrosis or secretion، يعني fluid. إذا ممكن يكون interstitial fibrosis or secretions. شلون نشوفه مثل ما قلنا أنه سببه يعني peripheral airway collapse on expiration due to interstitial fibrosis or secretion. فأحيان هاي أثناء يعني inspiration راح يصير عندنا، ليش يصير أثناء inspiration أكثر بالنسبة للcrackles؟ during inspiration rapid airway opening. اوكي، هذا هل rapid airway opening ايش راح يسوي؟ راح يؤدي الى الاير will open the smaller airways and alveoli producing the crackle. اوكي، فاذا ليش نسمع اكثر during inspiration؟ لانه rapid air entry راح يسبب opening of these collapsed smaller airways and alveoli اللي بيها fluid فيسوي هذه القرقعة أو الخرخشة.
producing crackles. الكراكلز مهم جدا نعرفه، يعني نحن قلنا أكثر هو inspiratory. هل هو early inspiratory؟ نشوفه مثلا بالbronchiolitis، أو mid inspiratory بالpulmonary edema الودم الرئوية نتيجة عجز القلب الأيسر، أو أحيانا pulmonary edema due to other causes rather than the heart، يعني مو شرط بالقلب بس أكثر شيء هي heart causes. أو يكون late inspiratory، يعني إحنا نام ندا نقول early inspiratory و mid expiratory و late expiratory، هذني كلهن ما دا نقول fine أو coarse crepitation، دا نخبطهن. أوكي، يعني من أقول لك what are the causes of crepitation، تقدر تقول bronchiolitis pulmonary edema، أوكي تقول pulmonary fibrosis resolving pneumonia lung abscess bronchiectasis، بس هاي كل وحدة مثلا bronchiectasis يسوينا عادة coarse crepitation، من تقول مثلا lung abscess coarse crepitation pulmonary edema fine crepitation pulmonary مثلا fibrosis fine crepitation. أوكي طبعا اكو قسم منهن يعني يسوين fine and coarse crepitation، فحتى ما دوقكم يعني انت من نقول what are the causes of crepitation ممكن انه تقول fine crepitation ممكن سببه bronchiolitis، نقول fine crepitation مثل ما قلنا هو عادة نسمعها بالinspiratory اكثر، ممكن inspiratory سبب ممكن بس أكثر inspiratory. وعرفنا ليش، قلنا أول ما تنفتح الايرواي الهواء هذا من يتحرك يحرك الفلويد الموجودة فتسمع أكثر شيء بالinspiratory بالنسبة للcrepitation. فإذا fine crepitation أو crackles ممكن نسمع بالbronchiolitis التهاب نسميها القصيبات الصغيرة جدا bronchiolitis، pulmonary edema الودم الرئوية، pulmonary fibrosis تليف الرئة، هذه fine crepitation. الcoarse crepitation وين نشوفها؟ resolving pneumonia يعني ده تصير زين النيمونيا، ولا هي عادة resolving pneumonia، lung abscess خراج lung abscess، tuberculous lung cavity يعني التدرن مسوينا تجويف بالرئة، or bronchiectasis توسع القصبات المزمن. هاي يمكن أسهل لكم نقول fine crepitation، أو تخبطها مثلا تقول كل يقول لك تحكي لي كل الكوزز، تقدر تحكي تقول causes of crepitation. تبتوها يمكم؟ تمام زين. بلورال الراب قلنا حكينا يمكن يعني أيضا قلت لكم بلورال راب يعني معناته أكو شنو تسمعه عادة مثل جراتينج، يعني مثل شلون نقول سامعين جراتينج ساوند، يعني مثل واحد دا يمشي على الحصو جراتينج ساوند نسميه. وأيضا سبب كونسوليديشن، بس ممكن يكون أسباب كثيرة أخرى، وذكرنا مثلا يوريميا واحد عنده مثلا فشل كلى ومزمن وما له علاقة بالالتهاب، أو مثلا بولمونري انفاركشن تجلط الرئة مو القلب تجلط رئوي وهكذا. أوكي هسه هاي بالنسبة للرسباراتري، يعني إن شاء الله يكون خدت فكرة عن الرسباراتري سيستم إكزامينيشن. هسه لحد الآن أكو حد عنده سؤال شباب؟ منو عنده شيء ما واضح هسه حتى قبل ما نشوف موضوع آخر نشرح لكم عنه؟ هسه افتهمتوا شلون الفحص مال الشيست؟ هنا الاسكولتيشن كانوا انتوا قاعدين تفحصون بالمريض، شوفوا الاكزامينر وين واقف، على الجهه اليمين on the right side of the patient صحيح، لاحظوا شلون فحص سوبرا كلافيكولار وكانه فحص اول شيء ذيك الجهه، جعل هاي الجهه لاحظ شلون نزل هنا بعدين راح هناك، يعني دائما يعني اذا نريد نجي كانه راح ونزل وبعدين جه هنا، مو مثلا من فوق لجوه، لا مو بهالطريقه،
هاي هيك تمام هسه نزل هنا وبعدين يروح لهذيك الجهة هيك لاحظ بالله خلينا نشوف وبعدين هذا اكزيلري هاي الفحص اكزيلري دائما لا تنسون اكزيلري هسه واحد يسأل يقول كم منطقة نفحص عادة مثلا سوبرا كلافيكولار خلينا نقول فد منطقتين جواها اكزيلري مرة يعني وحدة او اثنين اكزيلري يعني كل مو اربع اكثر من اربع خمس ارياز في كل جهة طبعا يعني دائما لا تنسون شنو يعني مقارنة من تتحرك ايدك هنا هنا تجي هاي مثلا خلينا نقول يمين يسار سوبرا كلافيكولار نزلت جوا يسار يمين نزلت جوا صارت يمين يسار هيجي عرفت شلون حركة شطرنج عبالك انتبهتوا والحركة قلنا انه دائما شوية تبعد من الميد لاين من الوسط ليش لان اكو عندنا تركيا ومين برونكاي تنطينا برونكيال بريثينج وهو النورمال المفروض احنا نسمع فيزيكولار بريثينج اسال هنا احد عنده سؤال شباب ما حد عنده سؤال اخ ما ادري تسمعوني الممثل المرحلة نايم يمكن ما جاي زين هسه اذا نجي على البوست موجود مو شفتك انا باوعد عليك بالحضور ما شفتك يلا ماشي سجل حضور يلا عافيه ماشي زين هسه اذا نجي على البوستيريار ايضا ناخذ فت فكره عن ال يعني الاناتومي او البوزيشن اوف ذا لانك لاحظوا باعوا من البوستيريار احنا مو قلنا الرايت سايد بيها ابر وميدل ولور الميدل بالبوستيريار ما تبين لانه فقط يعني كانه مفصول عندك الترانسفيرس والاوبليك فصاير فقط انتيرير اللي قدام بس من تجي تباوع هنا اللانج خلينا نقول ابر اند لور شوف اللانج اللي هي اللور الفص والابر ايضا كلها موجوده بالبوستيريار ولهذا شوف هسه حتى المرضى اللي عندهم مثلا كوفيد دائما يخلوهم بالانعاش مثلا كذا على البرون بوزيشن ليش؟ لانه البريثنج يتحسن ليش يتحسن؟ لانه اكثر اللانج موجوده بالبوستيريور اسبكت لان احنا قلنا اللي قدام عندنا الكاردياك دلنس والليفر دلنس وبعدين تجي الجاستريك تيمبانيك اريا صحيح لو لا هسه شرحناها صحيح؟ فلهذا اذا نجي على الاوبليك لاين من يجي الاوبليك لاين يجي عاده من الليفل اوف ذا تي 3 تي 3 ثوراسيك 3 يمتد او تمتد اللانج لجوا الى تي 9 لاحظ لوين وصلنا تي 9 هذه شو تهمنا مثلا احنا نريد نسحب فلويد اكو تجمع سائل حول الرئه لازم نعرف احنا مين نسحب السايت مال الاسبيريشن قلنا عاده توصل الى التي 9 اما البلورا لا توصل الى تي 12 تي 12 يس يعني شوف فراغين ممكن انا اقول له اوكي حتى اذا نريد نسحب مثلا فلويد فهذا بوستيريال يعني بس تاخذون فكره عن الاناتومي من نجي نفحص ايضا نبدا بالانسبكشن نفس الطريقه ونحاول يعني شلون نقول ايدين المريض تكون انتيريرلي نقول له خلي ايديك خلينا نقول يعني بحضنك او بين رجليك اذا هو قاعد مثلا على خلينا نقول الساديه او على الفراش يعني على الفراش على السرير مالته بالمستشفى فنبدي ايضا نبدي بالانسبكشن بعدين نبدا بالبالبيشن وقلنا البالبيشن بالبوستيريور ما عندنا لا تريكيا ولا عندنا هارت فنفحص فقط chest expansion and vocal شنو فريمتس وبعدين وراها شنيجي نفحص من ما قلنا percussion وبعدين auscultation هنا نفس هندني الارياز هذه نحاول انه نغطيها ومثل ما قلنا شوف رقم واحد اتجهنا رقم واحد اثنين ناخذ اثنين ثلاثة شوف السهم وين يروح ثلاثة اربعة وهكذا فهذا فقط للتبسيط حتى تفهمون من يجي نفحص inspection ونشوف شنو بالinspection نشوف ال chest expansion is normal no evidence of deformity
ال خلينا نقول shape of the chest is normal, ماكو any scar. اوكي هذه الاشياء الرئيسيه. هذه ايضا يعني صوره اخرى, sitting position المريض وانت تتباوع inspection. هذه ايضا كصوره توضيحيه, يعني واحد يقول شلون انا افحص. اول ما تبدي تاخذ كانه لو اريد انا افحص ثلاث مناطق, واحنا قلنا عاده هي تتراوح المناطق سوبرا كلافيكولار وهذه بالانتيريور, هنا هم نقدر نسوي نقدر ثلاثه الى اربع مناطق مو اكثر. المنطقة العليا إذا نيجي ناخذها تقريبا هيك, يعني هذا مجرد ايماجينينج, يعني مو انت ما راح تجي تخطط وتباوع, لا بس تاخذ تقريبا 10 سنتيم 3 سنتيم عن الميد لاين, هذا بالابر. باللور تطلع شويه, ما احنا قلنا هذا منو اللي داي العفو اوكي من اللي يعني اللي حددناه هو اسكابولا. اوكي هنا طبعا بالابر اريا ممكن راح نسمع حتى برونكيال لان احنا قريبين كلش عن المين برونكاي. اوكي وبعدين 4 سي ام. اوكي يعني ال 4 سي ام شنو عن الميد لاين, وايضا 4 سي ام عن الابر, يعني ثلاث يعني الابر والميدل. بعدين 4 سي ام ايش قد تاخذ؟ تقريبا 6 سي ام. شوف هذا هيك يعني رسم توضيحي بسيط, مكان وين تخلي السماعه او مو الا السماعه, حتى من تسوي بالبيشن وبركشن تقريبا الارياز نفسها. اذا مثل ما قلنا هسه احنا سوينا انسبكشن بعدين نجي على البالبيشن, والبالبيشن قلنا عندنا فقط شغلتين مو اربعه, شغلتين هي chest expansion and vocal. هذا دا سوي chest expansion وvocal شنو؟ vocal frimitas, والاريا نفسها vocal frimitas. بعدين نجي نسوي شنو؟ percussion. البركشن ايضا نبدي منين؟ من الابيسز او supraclavicular area. اوكي طبعا هذه ما لكم علاقه انتم هنا, انا مسوي تسوي يعني كانه بديت الصفحه وبعدين جت على هاي ثم نزلت, يعني مو كل الصور انا دا اخذها, بس مجرد يعني شيء توضيحي لكم, بس الفكرة وصلت لازم, لأن أنا مسوي لكم دايجرام هاي الخطوط اللي أنتوا تمشون عليها. أوكي مثلا هنا هنا لاحظ شوف مثلا قبل سوت هنا سوت بيركشن, لازم هنا البيركشن ارجع هذه ارجع النوب هنا مقارنة لازم سيمتريكال, واضح شلون؟ هسه مثلا بالأكزيلا دا تسوي بيركشن, هسه أكزيلا أيضا لاحظ شلون هذا البيركشن. اسكولتيشن ايضا نبدا من الابيسز. اوكي وهذا الرسم اللي قبل التوضيحي, مو يعني تجي تحط السماعه هنا, لكن انت عندك تبدي من الابوف 1 1 2 2 3 وهكذا تنزل, بس ايضا لا تنسى انه الاكزيلا على الاقل فد اريا او تو اريا. فهنا نبدا بالابيسز اسكولتيشن نفس الشيء اسكولتيشن, لاحظ نعيدها هنا هنا تمام هنا هنا, او مثل ما قلنا الاسهل انا راسا انزل لجوا, ليش اروح هذا حتى لا يصير حركه علي وعلى المريض يعني متعبه. اوكي لاحظ شلون مثلا هاي الجهه هاي الجهه واضحه ان شاء الله. اوكي أحد عنده سؤال لحد الآن شباب؟ اللي عنده سؤال لا يستحي خليه يسأل. زين خلينا نشوف الأبدومين, راح نروح على الأبدومين. هذا هسه جينا نفحص احنا use of use the flat of the palmar surface of the finger to palpate through the abdominal wall. هسه هنا use the edge of the index finger to detect organ edge.
هذا الكوستال ماريجن، هذا ايش ده يفحص؟ من يقول لي هذا ايش ده يفحص؟ يا اورجن ليفر. يعني مبين هذا الكوستال ماريجن وانت واقف على الرايت سايد وهذيك الامبلايكس، مو صحيح؟ فده يفحص الليفر. الليفر شلون يكون؟ ديب بالبيشن لو سوبرفيشال؟ من يجاوب؟ الليفر ديب بالبيشن شباب، احنا ما عندنا بس من نفحص الابدومين عندنا سوبرفيشال وبعدين نبدي ديب، هذا بس جنرال عام للابدومين، وتعرفون انتو مثلا كلوك وايز او انتي كلوك وايز، تمام؟ من تجي تفحص فور اورجنز كله ديب، تفحص الليفر، تفحص السبلين، الكيدنيز، البلادر او نسمي البيلفيك اورجن، اوكي؟ يجوز بلادر، يجوز يطلع غير شيء، يجوز يطلع سيست، يجوز يطلع جرافيد يوتراس، تمام؟ فهنا من نقول ديب بالبيشن، البالبيشن مالك during expiration مو during inspiration، مريض هو ذاب بالنفس انت تفوت عميق. ايش قد العمق؟ تقريبا من نقول ديب تقريبا 4 سنتيم، يعني 2 فينجرز، مو الاصبع ايش قد؟ تقريبا 2 سي ام، تمام؟ 2 سنتيمتر الاصبع، تقريبا 2 سنتيمتر. فهذا هسه ايش دا يصير؟ انه انت تفوت عميق، تسوي ديب during expiration ناء الزفير، والأخذ نفس عميق، من ياخذ انت تمشي وياه، تتحرك تصعد لفوق شويه حتى يطخ شنو ال، خلينا نقول ال، خلينا نقول المارجن اوف يور شنو اندكس فينجر. لاحظ هذا هسه دا يفحص الليفر، هناش دا يسوي ليفر سبان، بس طبعا هاي خطا، طريقه خاطئه. ليش؟ دا يضرب على الاندكس، المفروض يضرب وين؟ على الميدل فينجر وليس على الاندكس، واضح؟ لأن تدري هاي الصور بس مجرد أنا توضيح حتى يعني فتشي صورة واضحة، جزء يعني لغرض الوصول الفكرة فقط. فهنا دا يسوي ليفر سبان، يعني كأنه محدد اللور مارجن، فدا يسوي ليفر سبان. هذا دا يفحص شنو؟ السبلين. لاحظ مسوي سبورت بالإيد اليسرى ودا يفحص بالإيد اليمنى، لاحظ شلون باوع على السهم، أنت هسه باوع على هذا السهم، هذا السهم كأنه هاي الإيد دا تدفع، هاي الإيد بيحسل شنو؟ السبلين. لاحظ شلون هنا رمز، يعني هنا رأس ما رسم كأنه هذا السبلين اللي هنا واصل، أوكي؟ هذا الأمبلايكس، احنا حكينا هذا الموضوع، مو حكيت لكم إياه، تمام لو لا؟ هنا ايش دا يفحص هذا؟ شنو ايش دا يفحص؟ سبلين لو كدني؟ يلا الممثل ده يفحص سبلين، واحنا قلنا يعني اول بوزيشن هذا، خلينا نقول هذا انه منومه، هاي الايد سبورت وهاي الايد هو شوف واقف على الجهه اليمين من المريض، هذا ده يفحص يعني كانه هذا سبورت ده يدفع بيها وهذا ده يحسل سبلين. هنا شو مسوي؟ ما حصل السبلين، قلبه، قال ميل عليا، يقلبه، يعني بدل هو نايم على ظهره ينام على الجهة اليمين، فهاي هاي الإيد أيضا راح تكون سبورت وهذا يحس بها شنو؟ السبلين. أوكي شباب، زين، هذا نسميه باي مانوال بالبيشن، ده يفحص شنو؟ الكدني. هذا يا كدني اليمين لو اليسار، هو الطبيب واقف على جهة اليمين مال المريض، معناته هذه اليمين، أوكي؟ فش مسوي؟ مسوي يعني مخلي إيده بالرينال أنجل، هاي الرينال أنجل، وش مسوي؟ مسوي دافعها شوية، دافع إيده البوستيريور، هاي إيده دافعها شوية لفوق، وهناش ده يسوي؟ يسوي ديبينج، يعني يدفع هيك مثل شو نقول دفعة، فمفروض الطخ ايده الجوة، يعني هاي الدفعة هنا من دا يدفع هيجي مفروض يحسها بأهاية اللي هي شوية رافعها، ويقول للمريض اخذ نفس عميق واحبسه. ليش؟ لانه هو الكدني normally not palpable او just the tip of the lower
margin of the kidney just. فهذا التب شلون نقدر نحس نقول اخذ نفس عميق حتى هي ما تتحرك بسهوله. ليش؟ لان هي ريترو بيريتونيال مو مثل السبلين. ولهذا يا شباب هسه هذا شنو؟ هذا هاي رايت كدني. هسه يقول هاي شو تشبه السبلين؟ لا مو هذا شو مسوي ايده مدخلها جوه بالرينال انجل مو دا يدفع يعني يسوي لها سبورت. وهنا ايش دا يسوي؟ مو دا يسوي بالبيشن هيك حركه تموجيه، لا دا يسوي الدبينج يعني بس هيك ايده يدفعها، يدفع كله يدفعها حتى كانه يطخ الايد اللي جوه تحس الطخه البريشر هذا. تفهمون توصل الفكره لو لا؟ لاحظ. فهنا بالرايت شلون نفرق انه هذه رايت كدني لو هذا سبلين؟ شو راح نفرق هاي رايت؟ احنا حسيت، افرض انت حسيت فد ماس، هذا الماس شنو؟ هاي سبلين لو هاي كدني كبيره، نوبات بوليسيستيك كدني، تكيس الكلوي كلش كبيره تصير. شوف اولا خلينا نقول بالنسبه للسبلين الدايركشن ماله من يتضخم مو يكون فيرتيكال مو عمودي. طبعا النوبات يصير فيرتيكال مو ما يصير، بس عاده اقول يصير شنو؟ مو فيرتيكال، يكون اوبليك يعني باتجاه الامبلايكس، باتجاه ال شو اسمه السره. اوكي، فاولا الدايركشن اوف ذا انلارجمنت. ثانيا السبلين من انت تي تفوت بين السبلين او هاي الماس اللي انت حسيتها والريبس شلون راح يكون؟ يو كان نوت جيت بتوين ذا او جيت ابوف ات. السبلين ما تقدر تصعد لانه لاطش ويا الريبس، بينما الكدني لا يو كان، يعني تي تدخل ايدك بين هاي الماس والريبس تقدر تدخل ايدك اذا كانت كدني، لان الكدني ريتروبيريتونيال خارج البيريتونيال ريترو لورا، فيو كان جيت. ماشي. الشيء الاخر انه بالبريثنج بتقول اخذ نفس عميق، حركه واضحه. الكدني صح احنا نبات نقول اخذ نفس حتى جست التب هيك قد يتحرك اسم اسم، لانه هي اصلا ما يعني ما تنحس، فاحنا نريدها بس ندور في حجه. فهمتوا؟ فلهذا ال with respiration هذا يروح ويا السبلين ما يروح ويا الكدني، يعني حركة واضحة ويا السبلين، من ياخذ نفس يتحرك السبلين. move with respiration. الشيء الآخر أنه بالposition ممكن أنه يتغير، من أنت تغير position يتغير تبدأ تحسه. الكدني ما لها علاقة بالو، ليش إحنا سجلنا غير position السبلين تحسه. ممكن أيضا تحس النوتش، يعني النوتش اللي هي النقرة أو الحفرة الموجودة بالطحال السبلين، لاحظ ممكن تحس النوتش. الكدني ما بيها نوتش. أوكي. طبعا أحيانا السبلين يكون فاسكولار فتحس حتى بروي عليه، الكدني ما بيها هذا الشيء. هسه عرفتوا شلون تفحصون الكدني والفرق عن السبلين؟ تمام. واضح. هذا ده يسوي رينال انجل، سوي بيركشن، هذه بيركشن من رينال انجل نسوي هاي منطيكم اياها انا قبل هاي المحاضره. وهنا دا يسوي ساكرال اديما. شوف اكو ساكرال اديما لو ماكو. اوكي هسه خما حد عنده بعد سؤال؟ هذا ال يعني palpation مال fluid عندكم نوعين اللي هو transmitted thrill و shifting dullness. هاي transmitted thrill مو كلش مهمة مثل ال shifting dullness. shifting dullness أهم، لأن يعني transmitted thrill إلا كمية كبيرة من ال fluid ذاك لا يعني. أوكي هل عنده سؤال شباب؟ إذا عندكم سؤال عن أشياء أخرى عادي حتى لو خارج الموضوع، تريدون نشرح لكم على موضوع آخر إن شاء الله؟ قفزت تعبته كافي. الأرتر بالمهم.